النطق ما تنطق كما أن الكلام منه ما هو مذموم، السكوت منه ما هو مذموم، صح أم لا؟ هذا مذموم وهذا مذموم، فليقل خيرا أو ليصمت. لكن أحيانا يكون الكلام واجب. عوف بن مالك رضي الله عنه عندما سمع السب والاستهزاء قال: ما رأينا مثل قرائنا. قال: كذبت ولكنك منافق. إذن هنا وجب أن يتكلم. إذن كما أن أحيانا الكلام محرم، كذلك الصمت أحيانا يكون محرم. يسمع: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. واحد يسب ربك، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي، تسكت؟ يرسل لك رسائل. الآن من يرسل لنا رسائل فيها سب أم المؤمنين عائشة، يقول انظر ماذا قال الخبيث في أم المؤمنين. طب هل ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في أمك؟ والله ما تستطيع ترسلها، لكن في أم المؤمنين لا إشكال. وبعدين قال نحب أم المؤمنين، كذاب. هذه والله ما طريقة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. كيف اليوم نسمع ونقرأ لأهل البدع؟ كيف؟ لماذا؟